هل في علاج لفيروس كورونا او لمرض الكورونا او لمرض الاصابة بفيروس كورونا؟ لغاية اليوم ما في اي علاج او لقاح ثبتت فاعليته 100% لعلاج فيروس كورونا، مع وجود ادوية تقليدية او ادوية غربية ممكن انها هي تخفف من اعراض الاصابة، يعني تخفف من السعال، تخفف من درجة الحرارة المرتفعة، تخفف من الحمى، تخفف من العطس، تخفف من ضيق التنفس، يعني تخفف من أعراض الإصابة بهذا الفيروس. مع وجود هاي الأدوية إما التقليدية أو المنزلية أو الغربية، لكن ما في إثبات دراسة علمية حاليا بوجود أي علاج أو لقاح لهذا الفيروس لغاية تصوير هاي الحلقة أو هذا الفيديو. ومنظمة الصحة العالمية وكثير جهات صحية في العالم عم تشتغل على الموضوع بشكل متواصل لحتى نقدر انه احنا نتوصل للقاح لهذا المرض او لهذا الفيروس او لعلاج لهذا المرض او الفيروس. السؤال اللي كثير بينطرح، هل المضادات الحيوية راح تعطي فاعلية مع هذا الفيروس؟ المضادات الحيوية ما راح تأثر على الفيروس بأي شكل من الأشكال، ولا ينصح بتعاطي إما الأدوية أو التطبيب المنزلي أو التطبيب الذاتي أو العلاجات الغربية أو whatever طريقة علاج معينة بدون استشارة طبية، خصوصا في حالة اشتداد الأعراض على الشخص اللي قدامك. فرجاء ما تتخذوا إجراءات من رأسكم، وحاولوا أنكم تواصلوا مع الجهات المعنية الصحية الطبية لاتخاذ أي نصيحة أو مشورة طبية بهذا الخصوص. وغير هيك عشان احنا برضو نكون عارفين مين هم الأشخاص اللي معرضين للإصابة بشكل أكبر من غيرهم، هم كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة والناس اللي عندهم أمراض تحديدا في الجهاز التنفسي، وأكيد الناس اللي عندهم ضعف في المناعة اللي موجودة أو في المناعة الشخصية أو في المناعة الجسدية. الناس اللي أقل عرضة للإصابة في هذا المرض هم فئة الشباب وعدم المدخنين بشكل أكبر، هدول أقل عرضة، والأطفال بسن مبكرة، لأنه من اللي قرأناه بحكي لك إن ما عندهم مستقبلات لهذا الفيروس، إن وجدت فهم أقل عرضة للمرض من كبار السن والفئات اللي أنا حكيت عنهم في بداية هذا الموضوع. اللي بدي احكي لك اياه هلا المصادر اللي انت ممكن انك انت تتخذها او ترجع لها لحتى انك انت تقدر تعرف اكثر عن هذا الموضوع، واللي هي محددة موقع منظمة الصحة العالمية واللي موجود برضو عندك باللغة العربية والموجود كمان اكيد في اللغة الانجليزية، فانت تقدر ترجع للموقع باللغة العربية وتريح راسك اذا ما كنت تعرف لغة انجليزية. الموقع الثاني اللي انا بدي احكي لك اياه اللي هو خصصته المملكة الاردنية الهاشمية لمتابعة هذا المرض، واللي راح تشوفه موجود هلا على الشاشة. الموقع الثالث كمان موقع وزارة الصحة، خلينا نحكي اللي في البلد اللي انت موجود فيه. والمكان او المصدر الرابع او الخامس اللي انت ممكن ترجع له وسائل الاعلام الموثوقة، واللي بتحط لك مصادر، وياريت لو انك انت لما ترجع تتأكد انه مصادر هي اصلا منظمة او موقع منظمة الصحة العالمية. كثير ضروري تتابع هذا الموضوع، كثير ضروري نحاول التوعية بهذا الاتجاه، فرجاء ايد بايد انه نغلب هذا الانتشار، وان شاء الله بألف سلامة لأي شخص مصاب، وبألف ألف سلامة وصحة وعافية لكل الناس الموجودين. لهون بقول لك شكرا لكم، يعطيكم العافية.